بقى مع حضراتكم دلوقتي لاجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي تمت من خلاله مناقشة العديد من الملفات اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة. الاجتماع انتهى لمجموعة قرارات وهي كالتالي: أولاً، الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة، الموافقة على سفر أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع خلال شهر أكتوبر المقبل إلى دولة التشيك وسلوفيكيا لبحث سبل التعاون المشترك مع مجموعة من الأندية المتواجدة هناك زي أندية زيسكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولموتش وغيرهم. ليه؟ بخصوص يعني انتقالات لاعبي النادي الأهلي إلى أوروبا، وكمان تنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية والموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن أعمال الإلكتروميكانيك والغليات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد. وده باختصار كده يعني خلاصة هذا الاجتماع.